عليكم. تنشكر جريدة أشتاري، مرحبا بكم في داري لأول مرة، مرحبا بكم في المنزل ديال المتواضع. أنا فتيحة من قناة أفكار بسيطة مع فتيحة، مرحبا بكم عندي. علاش اختاريت اليوتيوب؟ اختاريت اليوتيوب على قاش كما قلت لك، انا عانيت بزاف في الخدمه وهذا اختاريت، قلت علاش لا، غادي ندير واحد لاشين وغادي نخدم به على وليداتي، وهذا باش نجلس في الدار. منو انت كتخدمي على وليداتك في الدار ديالك، وانت مقابلهم في نفس الوقت، حاضياهم وكل شيء، حيت كنت كنسورت عليهم، كنخليهم مساكن، كنسورت عليهم بعض المرات كيمن كل مدرسه. داك الشيء علاش اختاريت اليوتيوب. قلت زعما الساعه في الاول درت قناه عاديه كنبارطاجي فيها ابسط الاشياء، بحال كما كتعيش المراه المغربيه بحالي انا، بسيطه جدا. داك الشيء كنقدمه بسيط. من بعد ما تلقاش الاقبال، ما كاينش المتابعات، ما كاينش الاقبال، تواصلت مع بزاف ديال القنوات كبار، ما كيبغيوش يساعدوا، ما كيبغيوش يعاونوا، ما كيبغيوش يعاونوك. في الاخر كنشوف، كندخل اليوتيوب كنلقى الناس دايرين، وحده ما دايره والو، ما دايره حتى شي حاجه، دايره حاشاكم سطال والجفاف ولا هادي، ولا كتغسل فما تلقاي عندها بزاف ديال لي فيو، بزاف ديال. جربت بواحد الفيديو، قلت غادي نشوف، تفاجات بالكم الهائل ديال المج ديال لي زابوني تيتزادوا، والناس ولي لايك وهذا، والفيديو طلع صافي. مشيت على ديك مشيت، هذه هي اللي خلاتني نختار هذا الطريق، على قاش قلت يمكن هذه هي اللي هادشي اللي كيبغيو الناس. يعني ملي درتي واحد المحتوى ما شافوش، ملي درتي واحد المحتوى وشافوه وتفاعلوا معه بواحد الطريقه غريبه، قلتي واقيلا هادشي اللي بغاو الناس، مشيت على ذاك الطريق. بزاف ديال الناس انتقدوني بالسبان والشتم وبزاف ديال الحوايج الصراحه، والتنمر، وكاين اللي كيتحلف عليك، ولدرجه كاين اللي تيقول لك غنرفع عليك دعوه، بزاف ديال الحوايج الصراحه تعرضت ليهم. قلت ليهم انا من بعد ملي شفت هادشي بزاف كثر، كاين سينيات كيقولوا غنسينياليو لها القناه، غنحيدوا لها القناه هذه. قلت لهم انا غادي نجرب معكم باش تعرفوا، راه ماشي الغلط ديالي انايا، راه الغلط ديال المتتبع. على قاش انا في الاول كل لقيت المتتبع، وكل لقيت ما غاديش يعني ندير ذاك الروتين. انا لدرجه قسما بالله في الاول ما كنتش عارفه اشنا هو الروتين، حتى كنشوف البنات كيديروا كنسولهم، تتقول لي مثلا لبسي شي حاجه خفيفه وهادي وعير جفي، انت طلعتي الفيديو. من بعد ملي درت الفيديو قلت غادي نجرب معكم، كنت لبست واحد التكشيطه ودرت هذا ودرت الدره ودرت الفيديو، وتفاعلوا معايا اخوتي المغاربه من طبيعه الحال، شجعوني من طبيعه الحال، وشافوا التعاليق الزوينين. في الاول كنت ساده في التعاليق، من بعد كيكتبوا لي تيقولوا لي فاتحه حلي التعاليق حلي التعاليق. من بعد لقيت صراحه التعاليق زوينين، وكان يجي التعاليق اللي بكاوني، وصافي مشيت على ديك المسيره. وقلت لهم حتى انا معاهم، حتى انا ما تنطلب منهم والو، قلت لهم انا بغيتكم عير تعاونوني، وتعاونوني عير بعيد تساندوني عير معنويا، وتا انا راه داك المحتوى وماشي نقصد باش نسيء المرأة المغربية ولا شي حاجة، تي أنا راه هذاك هو اللي لقيته كيطلع، أما ماشي أنا قصدي باش، حيت حتى أنا مرأة مغربية، وتي أنا عايشة في المغرب، وما بغيتش شي حاجة تسيء ليا أنا من أول درجة وعاد النساء المغربيات. فاتحة ملي كانت كتسمع اليوم بالنسبة، واش كان تيبقى فيك الحال؟ كان تيأثر فيك؟ في الأول كان كيبقى فيا الحال، في الأول كان كيبقى فيا الحال، ولكن من بعد من بعد صافي ولفت ولات تجيني عادية. اللي خلاني نبدل المحتوى هو هذا، قلت لك بزاف ديال الانتقادات وبزاف ديال السب والشتم، ولدرجه كيدخلوا لك في حياتك سحر على راجلك ما تيقدرش يهضر، ما تيقدرش هادي، بزاف ديال الحوايج حاشاك عاهره هادي، واخا انت جالسه في دارك تي راه ما كديري حتى شي حاجه، تتسمي عاهره بزاف ديال الحوايج، وكيسبوك بشي الفاظ خايبه بزاف. قلت غادي نبدل المحتوى باش تشوف اش يتفاعلوا معايا، حتى انا راه داكشي اللي بغيت. بالنسبه للمتابعات اللي قلتي المحتوى ديالك تزادوا، ملي المتابعات ملي ولا المحتوى ديالك مقارنه مع الفيديوهات القدام اللي قلتي كنتي كتقدمي فيديوهات ديال بزاف، دابا ملي قلتي المحتوى وليتي كتقدميها الدار الخميس بالفولاس، واش زادوا ملي المتابعات؟
معلوم تزادوا لي زابوني تزادوا واللي تزادت الحاجه الزوينه هي تعليق ايجابيه وزوينين، واخا كاينين شي وحدين الله يهديهم، ولكن ما عنديش مشكل ملي كتشوفي اكثر ناس كيكتبوا لك شي حاجه زوينه ما كتبقايش هذوك اللي كيكتبوا لك الخايب ما كتبقايش تسوقي لهم. راه الا دخلتي القناه غادي تشاهدي المتابعات الاولين ملي كنت كندير فيديوهات محترمين طبيعي نزل من طبيعه الحال، ولكن ديال الروتين اليومي راه كاينين فيديوهات اللي قربوا المليون، كاين عندي واحد الفيديو وصل 2 مليون ديال المشاهده ديال الروتين اليومي، وهادو حتى هما الحمد لله غادي الحمد لله اللهم لك الحمد. في الفيديوهات المستقبل اللي بغيت ندير انا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقى في هذا الشيء، غنبقى نقدم لهم اشياء بسيطه والحوايج بساط، واي حاجه غادي نديرها غادي نتقاسمها مع المشاهدين ديالي من طبيعه الحال، وكاع خوتي المغاربه خارج وداخل الوطن كنبغيهم كاملين وتنحمق عليهم. المغاربه وخواتاتي المغربيات كنشكرهم بزاف بزاف وكنحماق عليهم، وتاني كنبغيهم تاني كما تنقول لهم انا بغيتهم غير يعاونوني، وراه ما قصدتش راه قلتها لهم كنعتذر منهم الا كنت درت شي حاجه اللي تجرح المغاربه ولا اللي تسيء للمراه المغربيه، ماشي هذا هو قصدي. انا راه كانت عندي ظروف، والانسان ملي كيتسدوا عليه جميع البيبان راه كيلتجع لشي حوايج واخا هو ما مقتنعش بهم وما باغيهمش، ولكن ما تيلقاش الحل. تنشكرهم بزاف وكنحماق عليهم وكنبغيهم وتنطلب منهم مره اخرى السماحه. هي الارباح اش غادي نقول لك، هي واخا هكاك حيت بعض المرات دابا تيدخل شي واحد مثلا كيشوف الفيديو، واخا انا في الحقيقه باقي ما تخلصتش، ولكن حيت باقي داك ما وصلنيش الكود ديال العدس، ولكن الناس البنات اللي كيتخلصوا كنسولهم واخا كيشوفوا المشاهدات، هذا هو اللي بغيت نشرح لهم. واخا مثلا تتشوفي 100 في 200 في راه الخلاص كيتحسب على حساب الدقائق، شوف شحال من دقيقة تفرج فيك الإنسان، واش تفرج في فيديو كامل واش هذاك، هو علاش تخلصي على الدقائق ماشي على الفي، حيت يقدر واحد يكليكي على الفيديو ويخرج ما غاديش يشوفه، يعني كيتحسب لك الفي ولكن الخلاص راه ما كيتحسبش لك عليه. ديال الفئات في الفيديوهات ديالي كيتفرجوا فيهم عيالات رجاله كلشي كيتفرج فيهم، لدرجه انا باش قلتها لهم باش تعرفي عيالات كيتفرجوا وترجاله كيتفرجوا، يعني ملي كينوض واحد كينتقدك كينوض هو منتقدك، يا مرا يا راجل كتلقاي راه عارف كاش قلتي في الفيديو، كتلقاي راه عارف كشنو حطيتي شنو قلتي، يعني راه مفرج في الفيديو كامل عاد كينوض ينتقدك عليه، يعني تا هو راه متابعك وداير لك ابوني، حيت اي فيديو كتحطيه كيدير لك عليه تينوض تيعلق عليه، يعني متابعك وداير لك ابوني وكيتفرج فيك. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.